رمضان أشرق فالدنا تتطلع رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاستفاقا مياما شطر الهدى يمنو إليك ويسمع سأقوم ليلك وأظن يومك خاشعا أتضرع وسأكثر من ذكر النبي محمد حين الغداة وبالعشي فأرفع إن يذكر اسم محمد في مجلس فيه الصلاة فيه الحناجر بالصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. قسما بالشافع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشافع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري. الأجداث تبعث ولا تدري، إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعث ولا تدري، هل كان الدنيا كمناما لتفيق بميعاد، هل كان الدنيا كمناما لتفيق لميعاد الحشر، فتقول إلهي أرجعني، إني يا رب لفي خسري، فتقول إلهي فتقول إلهي أرجعني، إني يا رب لفي خسري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان
صلوات الله وسلامه على محمد.